زغروت ماشي ماشي طلعت ورقه الزيت يلا زغروت يلا عيون بس عشان تلحق عيني دي لقب القوم ايه لقب القوم بتاع بنتك بنتي عاد ثلاثة من ناحية الشمال ثلاثة هنا هنا هو الرقم القومي بتاعك انت من هنا شمالك سبعة طالبة اهو يلا ابدا من عند ثلاثة صغر الخط صغر الخط صغر الخط يا صغر الخط يا بابا تاني واحد زيرو زيرو الكاميرا لازم تكون مقفولة لو مش مقفولة لو الكاميرا فتحت يترك الجهاز على جنب لحد لما يجي المسؤول يقفل الكاميرا تمام فبنجرب الكاميرا بالشكل ده تدينا شكل مقفول يعني هي الكاميرا هتقعد على طول ما شغلهاش؟ لا من مقفوله ممنوع ممنوع خالص وكمان في بعض المواقع اللي هو الفيس والتويتر ده كله مقفول بعد كده برضه بدوس على فونكس مانج لازم يكون اسم المدرسه مكتوب اسم الثانويه بنات تمام لازم مش اسم الطالب يعني لا مش اسم الطالب يعني التابلت ينفع مع اي طالب مع اي طالب مجرد ما اسلمه البتاع واسجله اخزنه على موقع الوزاره بالرقم السيري نمبر اللي انا اديته له تمام يبقى كده خلاص اتخزن باسمه في موقع الوزاره وانت حتى تنزله على هذا تمام لازم يكون بالشكل ده اللي هو مكتوب اسم السيناريو كل التابلتات بالشكل ده